بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، جعل شهر رمضان موسما لنيل الخيرات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته والأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم تؤدون في هذا الشهر ركناً من أركان الإسلام. قال الله تعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأوجب سبحانه وتعالى صوم هذا الشهر، فمن كان مقيماً صحيحاً فإنه يصومه أداءً. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فإنه يفطر، لأن ذلك أسهل عليه في مرضه وسفره، الإفطار أسهل عليه من الصيام وأيسر له، والله جل وعلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكنه أمركم بقضاء ما أفطرتم في المرض والسفر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله عز وجل الذي شرع لكم صيام هذا الشهر ويسره لكم وسهل عليكم في حالة العذر في أن تصوموه في وقت ليس فيه حرج عليكم. عباد الله، إن الصيام معناه الإمساك عن المفطرات بنية، الإمساك بنية عن المفطرات الظاهرة والباطنة من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الصيام اليومي، بدايته طلوع الفجر ونهايته غروب الشمس، ومن ثم يتأكد ويجب على المؤذنين أعانهم الله، يجب عليهم أن يتقيدوا بالوقت فلا يؤذنوا بعد طلوع الفجر، متأخرين عن طلوع الفجر، لأن بعضهم يؤذن متى ما أراد، متى ما جاء إلى المسجد أذن، ولو كان الفجر قد طلع منذ
ولو كان الفجر قد طلع متقدما منذ دقائق كثيرة. الدقائق تؤثر، فعلى المؤذن أن يراقب الوقت، أن لا يتأخر عنه، لأن الناس يتقيدون بأذانه ويقلدونه ويصومون على أذانه، فإذا تأخر صومهم عن طلوع الفجر فيكون ذلك في ذمته، لأنه هو الذي غرر بهم. أيها المؤذنون، قد حملكم الله أمانة عظيمة فلا تتساهلوا فيها، لأن بعض المؤذنين لا يبالي، يؤذن في أي وقت ولا يحسب حساباً للصوم، وهذا من التفريط وعدم المبالاة. إذا تأخرت عن الأذان في أول الوقت فلا تؤذن، يكفي أذان المؤذنين الآخرين. فمن تأخر عن الأذان عند طلوع الفجر فلا يؤذن بعد ذلك، لئلا يغر الناس، لأنه يؤذن المؤذن ويتوضأ المتوضئ ويخرج الناس للصلاة وبعض المؤذنين يؤذنون إلى عند الإقامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا يتقون الله عز وجل؟ هذه أمانة عظيمة في أعناقهم، تحملوها. وكذلك بعض المؤذنين لا يتقيد بغروب الشمس، بل يؤذن قبل غروب الشمس ويسرع في الأذان قبل غروب الشمس، فيفطر من يسمعه، يفطر من يسمعه قبل غروب الشمس، فلا يكمل صومه، ويكون هذا بذمة هذا المؤذن الذي غرر بالناس. أما من علم أن المؤذن يتلاعب يؤخر ويقدم فلا يجوز له أن يعمل بأذانه ويقول المؤذن يؤذن، بل عليه أن يتقي الله عز وجل ويحافظ على صيامه. عباد الله، الصوم له مبطلات، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يدخله الإنسان إلى جوفه من الطعام والشراب وما في حكمه متعمداً، والقسم الثاني ما يخرجه الإنسان من جوفه مما به قوته، مما به قوة بدنه وغذاء جسمه. أما القسم الأول هو الأكل والشرب متعمداً، قال الله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الأكل والشرب، أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الثاني، ثم أمر بالإمساك إلى غروب الشمس، إلى الليل يعني إلى غروب الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أما من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، ولا يؤثر هذا عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي حكم الأكل والشرب كل ما يبتلعه الإنسان أو يحقنه في جسمه من الأدوية، كل ما يبتلعه الإنسان من الأدوية أو يحقنه في جسمه من الإبر المغذية فإن ذلك يفطره،
فإذا ابتلع دواء أو شرب دواء أو حقن إبرة مغذية في وريده أو في أي موضع وهي مغذية فلا شك أنها تفسد صيامه، لأنها بمعنى الأكل والشرب. أما الإبر التي تؤخذ عن طريق العضل أو تحت الجلد فإنها لا تؤثر على الصيام، إنما الذي يؤثر على الصيام ما يؤخذ عن طريق الوريد، لأنه أو يحقن في المعدة لأنه يغذي الجسم ويكون بمعنى الطعام والشراب. فعلى المسلم أن يتنبه لذلك. وكذلك القسم الثاني وهو ما يخرجه الإنسان من جسمه مما يغذيه ويقوي بدنه أو يخرج من جسمه بغير اختياره، وليس كل ما يخرج من جسمه بغير اختياره يفطره، إنما هذا شيء يأتي بيانه إن شاء الله. فمن الأشياء التي تفطر الصائم باستفراغها من الجسم القيء، فإذا تقيأ الإنسان باختياره وأخرج ما في معدته عن طريق الفم فإنه يبطل صيامه. أما من غلبه القيء وتقيأ بدون اختياره فلا حرج عليه وصيامه صحيح، لأن هذا بغير اختياره. وكذلك ما يخرجه الإنسان من الدم بالحجامة، إذا أخرج دمه بالحجامة فإنه يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى صائما يحتجم قال أفطر الحاجم والمحجوم، لأن الدم يقوي البدن ويغذيه، فإذا أخرجه ضعف بدنه فلا يستطيع الصيام. فمن أخرج الدم من بدنه باختياره، الدم الكثير كالحجامة وسحب الدم للإسعاف أو للتبرع به أو فصد عرقا فخرج منه دم كثير فإنه يبطل صيامه. أما إذا أخرج دما يسيرا للتحليل، النقطة والنقطتان للتحليل، فهذا لا يضر لأنه لا يؤثر على الصائم، بخلاف الدم الكثير فإنه يؤثر على الصائم. وكذلك من انجرح وخرج منه دم كثير بغير اختياره فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، فصيامه صحيح ولو نزف منه دم كثير من جرحه. وكذلك من الخارج الذي يبطل الصيام إنزال المني بالجماع، لأن النطفة تقوي البدن فإذا أخرجها فإن بدنه يضعف ويكون هذا مثل سحب الدم بالحجامة. فمن استمنى بيده أو استمنى بتكرار النظر المحرم أو استمنى بمباشرة زوجته فإنه يبطل صيامه، وعليه قضاء هذا اليوم مع التوبة إلى الله عز وجل. أما من جامع زوجته، سواء خرج منه مني أو لم يخرج، إذا جامع المرأة في فرجها وهو صائم بطل صومهما. قال تعالى فالآن باشروهن
وابتغوا ما كتب الله عليكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الجماع وأباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فمن جامع بعد طلوع الفجر فإنه يبطل صيامه، وعليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا مع التوبة إلى الله عز وجل. والمرأة مثل الرجل، المرأة المجامعة إذا كانت مختارة وموافقة فإنه تجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل، أما إذا كانت مكرهة ولا اختيار لها فإنها لا حرج عليها بسبب الإكراه، ويكون الإثم على ذلك الفاسق الذي انتهك حرمة الصيام وجامع في نهار رمضان وارتكب ما حرم الله عليه. وكذلك من المفطرات التي تخرج من الجسم الحيض والنفاس، وهذا وإن كان بغير اختيار المرأة إلا أنه يبطل الصيام بالنص والإجماع، فإن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتركن الصيام ثم يقضينه بعد رمضان من أيام أخر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض والنفساء تفطران ولا يصح منهما الصوم، يحرم عليهما الصوم حال الحيض وحال النفاس، ثم تقضيان ما أفطرتا من أيام أخر. هذه هي المفطرات للصائم، فعلى المسلم أن يتحفظ منها وأن يبتعد عنها وأن يحافظ على صيامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن هناك مفطرات معنوية تبطل ثواب الصيام، فلا يكون للصائم معها أجر عند الله سبحانه وتعالى.
وإنما يكون حظه من صيامه الجوع والعطش، وليس له أجر عند الله. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هناك مفطرات معنوية، محرمات في حالة الصيام وفي غير حالة الصيام دائما وأبدا، وهي مفطرات تكون باللسان وتكون بالنظر وتكون بالاستماع. أما المفطرات التي باللسان فالكلام المحرم كالغيبة والنميمة، فإن بعض الناس يسهل عليه ترك الأكل والشرب ولكن لا يسهل عليه ترك الغيبة والنميمة، فتراه مشتغلاً بالغيبة والنميمة سواء كان صائماً أو غير صائم، وهما كبيرتان من كبائر الذنوب. فمع كونهما محرمتين ومؤثمتين فإنهما يؤثران على الصيام ويذهبان بثوابه، فلا يبقى لصاحبه ثواب عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشتم والسب وقول الزور فإن هذه محرمات من الكلام المحرم الذي إذا صدر من الصائم فإنه يبطل ثواب صيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم: فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني صائم إني صائم. إذا سبك أحد وأنت صائم أو شتمك أو تكلم في حقك فلا ترد عليه بالمثل، وإن كان القصاص جائزا لكن الصائم يتجنب هذا ويقول إني صائم، أي يمنعه الصيام من أن يرد على من سبه أو شتمه. فكيف بالذي يبتدئ الناس بالسباب والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك من الكلام المحرم؟ وكذلك النظر المحرم، بعض الناس يسهل عليه أنه يترك الطعام والشراب لكن لا يسهل عليه أنه ينظر إلى المحرمات، لا يسهل عليه أنه يترك النظر إلى النساء، أنه يذهب إلى الأسواق وينظر إلى النساء أو ينظر في الصور الماجنة أو ينظر في الشاشة التلفزيونية أو الفيديو أو الإنترنت الذي فيه العري والعهر وفيه الصور الفاتنة، لا يسهل عليه أن يترك النظر إلى هذه الأشياء وهو صائم. هذا لا صوم له عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان صام في الظاهر لكنه لم يصم في الباطن فيما بينه وبين الله عز وجل. وكذلك الاستماع المحرم كالاستماع للغيبة والنميمة والاستماع إلى الأغاني والمعازف والمزامير والطرب والمجون، هذا محرم دائما وأبدا، ولكنه من الصائم أشد تحريما وأشد إثما لأنه يؤثر على صيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة، يعني سترة بين العبد وبين ما يكره، فإذا خرقها لم تنفعه هذه السترة، فإذا خرقها بالكلام المحرم، خرقها بالنظر المحرم، خرقها بالاستماع المحرم، لم تكن واقية له من العذاب. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
قال لعلكم تتقون. فالصيام تقوى يقي من عذاب الله، فإذا خرقه بالغيبة والنميمة والكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم لم يكن واقيا من عذاب الله، ولم يكن جنة من عذاب الله عز وجل. فعلى المسلم أن يحفظ صيامه من المفطرات الحسية والمفطرات المعنوية حتى يكون صومه صحيحا ويكون مؤديا لركن من أركان الإسلام. وفق الله الجميع لصون الصيام عما يؤثر فيه وعما يجرحه وعما يؤثم الصائم ويذهب بأجره. ثم اعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.